السلام عليكم، معكم منير عضو بالمجلس الإداري لجمعية مغرب هنا في شاخر. وكيف كتشوفوا اليوم جينا باش نديروا حملة تحسيسية تطوعية، نخبروا الناس في ساحة ماريشال بانس بحكم أن الناس كيكونوا بزاف هنايا. دونك جينا باش نعلمهم ونخبروهم بأن غدا إن شاء الله لو 27 جانفي عندنا حملة ديال تبرع بالدم بالمركز الجهوي لتحقن الدم. دونك هذا نداء لجميع المغاربه انهم يجيو غدا ان شاء الله باش يتبرعوا بالدم، لانك فاش غادي تتبرع بالدم صافي تشي سوفي ان بيرسون. دونك مرحبا بكم غدا ان شاء الله، فوني نوبغو تقريبا بغينا شي 500 واحد ولا 600 واحد باش يتبرعوا بالدم ان شاء الله. كما كتشوفوا اليوم جينا باش نديروا حمله تحسيسيه للتبرع بالدم ان شاء الله ميعادنا غدا يوم 27 يناير بالمركز الجهوي لتحقين الدم باش كلنا نتبرعوا بالدم ديالنا. كنتمنوا ان الناس يجيو كثار واننا نقدروا نساعدوا بعض الناس اللي عندهم وفقر في الدم وعندهم شي مشكله ومحتاجين الدم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.